بنكمل مع بعض كده اخر مواضيع النظر اللي معاه في المنهج والفرق ما بين الانترنت و الانترنت خدنا قبل كده يا جماعه النتوركس الشبكات كويس من ضمن انواعها في حاجه اسمها لان و حاجه اسمها وان اللان اللي هي اريا نتورك لو شبكه في منطقه محدوده الوان اه لو وايد اريا نتورك لو شبكه في منطقه واسعه وكان آه اقرب مثال ليها اللي هي شبكة الانترنت اللي هي الكلمة اللي قدامنا يعني يا يعني جماعة الانترنت هي احدى شبكات الوان It's a worldwide global system of interconnected computer networks يعني نظام نظام الشبكات العالمي خلاص او الشبكة اللي بتربط العالم باكمله اسمها الانترنت حلو قوي طب بتستخدم ايه آه بتستخدم يا جماعه ستاندر انترنت بروتوكول اللي هو اسمه التي سي بي على الاي بي اللي هو يا جماعه هذا هذا البروتوكول اللي هو التي سي بي على الاي بي خلاص التي سي بي اللي هي اختصار ايه بقى ترانسميشن كنترول بروتوكول بروتوكول التحكم في النقل اوفر ايه اوفر اي بي اللي هو الانترنت بروتوكول خلاص يعني هي هذا البروتوكول بيتحكم في نقل البيانات من جهاز الى اخر او الديتا من جهاز الى ايه الى اخر طب هو بينقل مش المفروض لكل جهاز يكون له حاجه اسمها يونيك ها ادرس او عنوان كده عنوان يعرفه قال لك يا ايه عم في حاجه اسمها اي بي في حاجه اسمها اي بي ادرس ايه ده بقى ده الادرس لكل كمبيوتر آه على الشبكه خلاص عشان يبقى حاجه مميزه انت تخيل بعت له بيانات بعت له رساله هو تيبر ايه تمام طيب. لازم ابعتها على عنوان معين او ادرس معين هو ده اسمه ايه الاي بي ادرس طب شكله ازاي اهو زي اللي قدامك كده سيرش از وعشرة نط يا جماعه دايما بيبقى عباره عن ايه اربع ارقام كده خلاص آه وبين كل رقم والتاني في ايه نقطه كده ده اسمه الاي بي ادرس وظيفته ايه او بيعرف الكمبيوتر فين في او على شبكة ايه الانترنت خلاص طيب يبقى عرفنا الانترنت ان هي آه الشبكة الضخمة من او او الشبكة العالمية خلاص اللي بتضم كل اجهزة العالم اسمها شبكة الانترنت كويس بتستخدم آه بروتوكول آه مشهور جدا او ستاندر تي سي بي اي بي كويس ده بيعمل ايه بيتحكم في عملية النقل وعملية ايه الديتا ترانسميتنج من جهاز ايه الاخر كويس طب عشان تنتقل من جهاز الاخر المفروض الجهاز يبقى ايه يبقى حاجة اسمها اي بي ادرس ده بيعمل ايه ده عنوان الجهاز اللي هيروح عليه ايه هيروح عليه الداتا حلو اوي طيب بس خلي بالك بقى لو انا بقى دلوقتي انا مثلا عندي مواقع كتير جدا جدا ملايين المواقع وكل موقع له اي بي ادرس وانا بقى هحفظ الاي بي ادرس بتاع كل موقع قالك لا صعبه جدا يعني مثلا ما اقول لك الاي بي ادرس بتاع جوجل ايه محدش عارف لكن لما لك جوجل كاسم اه كل عارفه يبقى عشان كده بقى كان لازم يعملوا حاجه اسمها دي ان اس حاجه يا جماعه اسمها ايه دي ان اس او دومين نيم سيرفيس او سيستم دومين نيم سيستم او ايه سيرفيس دي مالها بقى يا جماعه دي بتاخد الاي بي ادز بتاعه المواقع م? وبتبدلها مش يعني بيبقى لها مقابل كده اسم يعني وليكن مثلا موقع آه معين له اي بي ادرس خلاص يبقى هي عباره عن DataBase او عباره عن System بياخد الاي بي ادريسز بتاعه المواقع ويحط بدلها ايه بيحط او او قصادها كده خلاص اسم يعني هذا الاسم معروف الكل ايه الكل يعرفه تمام غير الاي بي ادرس تمام ماشي هنا يا جماعه الانترنت شبكه يا جماعه الانترنت دي اكسسبل يعني يمكن الوصول اليها to every user all over the world في كل انحاء العالم يعني شبكه مفتوحه يا جماعه مش هتبقى موجوده في لوكيشن معين او في منطقه معينه ومقصوره عليها لا ده هي حاجه كده open اي حد في اي حته في العالم يقدر ايه ياكسس عليها طالما ان عنده شروط اللي هو عنده شروط اللي هو ايه اللي هي عنده موصل كيبلز وموصل الشبكه والراوتر الحاجات كلها صح تمام يبقى هياكس ايه عليها من ايه من اي مكان اوكي طيب امال بقى الجزء الثاني اللي هو بتاع الانترنت ايه ده بقى حتى فيه تشابه جدا في اللفظ ما بينهم خلاص يبقى كده الانت الانترنت فهمناه طب الانترنت بقى بص يا عم الانترنت is the system in which multiple pieces are connected to each other يعني ايه يعني بيقول لك انا باخد كده مجموعه اجهزه زي ده يا كده باخد مجموعه اجهزه كده م? وبربطها مع بعض حلو قال يا عم دي نيتورك نتورك اه كله نتورك الانترنت نتورك الانترنت هي نيتورك دي كلها يا جماعه انواع من النيتوركس خلاص الانترنت عرفناها ان هي الشبكه العالميه اللي بتضم الاجهزه كلها ومن اي مكان تقدر ايه تأكس عليها حلو دي بقى دي عباره عن مجموعه اجهزه ايه زي ما انتم شايفين بس خد بالك بقى ار نوت available to the world outside ذا انترنت يعني ايه يعني هي متاحه بس للناس اللي جواها يعني الاخ ده والاخ ده والحاج ده والمعلم ده الناس دي كلها هم؟ يركزوا على بعض يعكسه على شبكه الانترنت طب جهاز من بره كده عايز يدخل لا مش مسموح لسيادتك تمام هي دي بقى الفرق الجوهري ما بين الانترنت والانترنت يبقى الانترنت شبكه اقدر اوصلها من اي مكان في العالم بسهوله لكن الانترنت مجموعه اجهزه متوصله ببعض كله شايف بعضه هنا في هذا الحيز في هذا الاطار طيب في هذه الاورجانايزيشن في هذه المؤسسه في هذه الكومباني خلاص لكن براها حد من بره لا كده يا جماعه يبقى يبقى هذه اون انترنت نتورك اند ممبرز والاعضاء بتوعها خلاص والانبلويس بتوعها ماشي يقدروا ياكسسوا على هذه الشبكه طب حد من الاوتسايد خلاص يبقى هنا اتش كمبيوتر وكل واحد فيها خلي له اي بي ادرس كل واحد فيها له اي بي ادرس تبع الايه تبع الشبكه اللي هي الانتر ايه اللي هي الانترنت يبقى اذا ايه يا جماعه فهمنا, فهمنا يعني ايه الانترنت وفهمنا يعني ايه الانترنت طيب ما تيجي بقى نشوف كده اخر سلايد بقى ها السيميلاريتيز والديفرنسز يعني ايه يعني التشابه ما بين الشبكتين والاختلافات ما بين الشبكتين تعال نشوف الاول ايه السيميلاريتيز الانترنت يوزس انترنت بروتوكولز ساتش از التي سي بي والاف تي بي يبقى الاثنين سواء الانترنت او الانترنت بيستخدموا البروتوكولات العاديه اللي هي التي سي بي والاف تي بي التي سي بتاع النقل برضه الاف تي بي يا جماعه برضه بتاع ايه بتاع النقل فايل ترانسفير بروتوكول برضه بروتوكول ايه نقل خلاص الشبكتين بيستخدموا ها نفس نفس إيه بروتوكولات إيه النقل. طيب. الإنترنت سايتس are accessible via the web browser in a similar way as ها websites in the internet. يعني لو أنت دخلت الإنترنت ها من خلال شبكة من من خلال الإنترنت ومن خلال شبكة الإنترنت هي واحدة. بروح للبراوزر روح لجوجل كروم لفايرفوكس واكس على النت عادي جدا مفيش اي مشاكل خلاص طيب ولكن ولكن <applause> however only members of internet network can access internet hosted sites بمعنى الاعضاء اللي فيها بس جوه الانترنت هم اللي لهم الحق ان هم يدخلوا على مواقع معينه خلاص طيب In انترنت on instant messengers can be used as similar similar to you. يعني لو عندك uh, uh, messenger يا جماعه بروجرامز تمام سواء فيسبوك uh, سواء whatever بقى خلاص بتستخدمهم جوه الانترنت زي الانترنت عادي جدا مفيش اي مشاكل مفيش اي مفيش اي فرق بس يا جماعه التشابهات ما بين الانترنت والانترنت الاثنين بيستخدموا نفس البروتوكولات اللي هو التي سي بي والاف تي بي ماشي ايه تاني يا عم الاتنين المواقع اللي فيهم بتشتغل ع... عن طريق براوزرز عادية جدا برامج زي الفايرفوكس زي جوجل كروم مفيش اي مشاكل خلاص طيب والاتنين برضو بيستخدموا برامج الماسنجرز بنفس الايه بنفس الكيفية مال ايه الاختلافات بقى ايه اللي differences بين انترنت والانترنت بص يا يعني. الانترنت از تو بي يعني الانترنت عام لكل الاجهزه اي جهاز او اي اجهزه اول اوفر ذا world في كل انحاء العالم خلاص تقدر تاكسس على الانترنت ولكن الانترنت از سبيسيفيك تو فيو بي ولكن الانترنت هو مخصص ومعين لمجموعه من الاجهزه تبع ايه تبع organization تبع مؤسسة تبع فيرم company تبع شركة خلاص يبقى دى اول فرق الانترنت عام لكل الناس الانترنت خاص او معين او محدد لفئة معينة من الناس تمام الانترنت provides a wider and better access to websites بيقولك شبكة الانترنت بتديك السماح انك تروح لويب سايتس اكتر ووصول اكتر لكل المواقع عبر العالم ولكن الانترنت از ريستريكتد يعني ازاي انت عامل دلوقتي شبكه انت انترنت جوه مؤسستك هل هتسمح بالمواقع اللي هي بتاعت الشات زي الفيسبوك وكده تحطها لموظفينك ويقعدوا بقى يكلموا بعض ويسيبوا الشغل ينفع الحوار ده؟ لا ما ينفعش. خلاص؟ فأدي بقى اختلاف ايه يعني الانترنت متاح لأي حد. تمام؟ هي مش الشبكة بتاعتي يعني، دي شبكة العالمية. لكن الانترنت دي شبكة أنا عاملها مخصوص ومكلفها جوه المؤسسة بتاعتي. يبقى إذا أعمل ريستريكشن على الموظفين ان هو يستخدم إيه وما يستخدمش إيه. خلاص؟ طيب. الانترنت ثالث اختلاف بقى. الانترنت is not uh, as safe as internet يعني ايه يعني مين لأمن من الانترانت is safer than the internet لان الشبكه يا جماعه شبكه الانترنت ها ما تعرفش مين اللي هيهاجمك ما تعرفش الضربه جايه منين خلاص لكن الانترنت دي شبكه انت عاملها مخصوص للموظفين عارف كل حاجه فيها واي واحد من بره ما يقدرش ايه يتخطاك إذن الإنترنت is safer than the Internet